الحلقات النهاردة ممكن تخليك مستغرب ان ممكن يكون في قادة عسكريين مهتمين بمثل هذه الاشياء. قادة مش بس كان شغلهم الانتصارات في الحروب والمعارك، دول كانوا مهتمين بامور كانت سابقة لعصرهم. هذا القائد حظى باهتمام جميع كتب التاريخ لانه اكتشفوا في العصر الحديث انه محق في كل الاقوال، وكمان هتشكره على معظم اكتشافاته لانها في غالبية الامر مرتبطة بالرفاهية والمرح والسعادة، مش بس لينا ده كمان لاولادنا. فلو انت بقى بتشوفنا على الفيسبوك ومهتم تعرف حكاية هذا القائد العجيب، يا ريت تعمل لايك وشير الحلقة، ولو انت بتشوفنا على اليوتيوب يا ريت تعمل سبسكرايب للقناة، ويلا نشوف اصل الحكاية في بداية الخيط. لوكولوس اسم هذا القائد الروماني العجيب، هو مصنف ضمن اعنف القادة العسكريين في الحروب. في مرة من المرات وهو رايح بجيشه الى روما، وقف بجيشه قدام احدى المدن الارمينية وفضل يبكي، ولما سأله احد جنوده عن سبب بكائه رد عليه وقال له: هذه المدينة انا من احلتها الى تراب، فهي كانت عبارة عن ركام. ارمينيا موقع جغرافي، هي تقع ما بين تركيا وايران وجورجيا. لانه سحق بقوته ارمينيا وهزمهم هزيمة مفجعة، فهو لم يمت من جيشه سوى 5 ضباط وجرح 100 جندي فقط من أصل 18,000 جندي، فهو في تاريخ المعارك كان قائدا عظيما. لوكولوس هو صورة غريبة لرجل عظيم مات من أكثر من 20 قرن من الزمان. هذا القائد هو من قال إن الكلام أثناء الطعام يساعد على الهضم، فكان سابقا لعصره ب20 قرن من الزمان، لأن الأطباء تأكدوا في العصر الحالي إن الجلوس على مائدة الطعام لابد أن يطول، لأن ده بيقلل خطر الإصابة بأمراض قرحة المعدة. وإن الإنسانية ما عرفتش أمراض قرحة المعدة والمصران الغليظ إلا بعد ما عرفت الساندوتش والمشي أثناء الكلام. هذا القائد لم يكن مفكرا عظيما، بل كان عاشق لكل صاحب فكر عظيم ومحبا للفلاسفة. ففي عصر شاد ميلاد الكثير من القضايا الفلسفية والاجتماعية والسياسية، فكان دائما يضحك ويقول: مساكين هؤلاء الفلاسفة، هم لا يجدون ما يأكلون، وإذا وجدوه لا يستطعمونه، فهم إناس لديهم مشاكل في أحشائهم. وما كانش بيبالغ في الكلام ده، بس كان سابق العصر بمئات السنين. هذا القائد أول من ابتدع فكرة البسين، وجات له الفكرة دي لأنه كان بيحب ياكل السمك طازة باستمرار، فحفر الأرض وملاها مية ورمى فيها مجموعة الأسماك اللي مجمعة من أماكن مختلفة من جميع أنحاء العالم عشان ياكل السمك طازة باستمرار، وكلمة بسين تعني في اللغة اليونانية حوض سمك. هذا القائد برضه هو أول من ابتدع فكرة الكبريه، فقد صنع كهوفا تحت الأرض وأضاها وخلى الراقصات والمغنيات يفرفشن الضيوف، وهو برضو أول من جعل الحيوانات تمر بين الصفوف علشان يتفرجوا عليه، وكان بيجيب الحيوانات والطيور النادرة دي من أفريقيا، وكانت الكهوف دي ملونة وعليها نقوش للآلهة وأساطير الإغريق وأساطير بعض الشعوب القديمة، وهو أول من أتى بثمرة الكريز من البحر الأسود وقدمه لضيوفه، وبيعتبروه البسطاء لحد النهاردة إن ده أهم إنجاز عمله لوكولوس قدمه إلى إيطاليا وبيشكروه عليه لغاية النهاردة. وهو برضو أول من أتى بالحيوانات النادرة وأطلقها في غابة لها أسوار عالية، فيعتبر هو أول من أقام حديقة حيوان في أوروبا، بس الفكرة دي مأخوذة عن الشرق، لأن من عادة الملوك في الشرق إن هم كانوا بيحتفظوا بالحيوانات النادرة في حدائقهم الخاصة. وعلى ذكر الموضوع ده، إن الإسكندر الأكبر عندما جاء إلى الشرق فكان بيحط جنب خيمة القيادة بتاعته أسد، أسيرا رمزا لمدى قوته وإنه سوف يفعل نفس الشيء في أعدائه. لوكولوس قال وصيته لواحد من قرايبه قبل ما يموت إن هم يغطوه بالتفاح وبالورود، ولما مات لوكولوس الصيادين جمعوا من البحيرات اللي عملها حوالين قصره ما يقرب من 25,000 كيلو سمك. وأثناء احتضاره على فراش الموت كان بيهز ويقول إن الآلهة بخلت إنها تخلي عندي معدتين يدفنوني يضعوا قصب السكر في فمي، بل لا أريد قصب السكر وإنما أريد عسل النحل، لأنني لست مريض وإنما ميت من شدة اللذة والشبع انتهيت. لأن الرومان كان من عادتهم بيعالجوا مرضاهم قصب السكر اللي بيستوردوه من الهند، أما عسل النحل فكان المصدر الوحيد للسكر أو للحلاوة، ودي كانت تعتبر الأكلة الشعبية عند الرومان في وقتها، زي كده عندنا الفول والطعمية. لكن الفراعنة أول من عرفوا فوائد عسل النحل قبل أن تعرفه كل شعوب العالم، فكانوا بيحطوه على الدمامل والجروح، كمان كانوا بيحطوه في العين، وكمان كانوا بيستخدموه على بشرتهم عشان يخلوها ناعمة، اللي هو السكين كير دلوقتي، كمان كانوا بيستخدموه في التحنيط. والعلم الحديث أثبت في الوقت الحالي إن فوائد عسل النحل أو عسل النحل هو قاتل لأي ميكروب، ده طبعا تأكيدا لكرام ربنا في كتابه العزيز إن العسل النحل فيه شفاء للناس. وعلى ذكر فوائد عسل النحل، كان فيه فزورة شهيرة جدا كنا بندوخ بيها بعض وإحنا صغيرين، كانت بتقول إيه بقى الفزورة دي؟ ما هو الحلو في المر وما هو الحي في الميت؟ وفي حلقتنا النهاردة هجاوب لك على الفزورة دي. الحي في الميت هو خلية عسل النحل داخل جسد الأسد المتعف، والحلو في المر هو عسل النحل داخل جسد الأسد المتعف. واللاحظ او اكتشف هذه الفزورة وابتكرها هو شمشون الجبار، كان مدوخ بيها اهل بلدته. والدراسات الحديثة اثبتت ان عفونة جسد الاسد المتعفن عمرها ما تنتقل الى عسل النحل،
لان ببساطه عسل النحل هو قاتل لاي ميكروب زي ما قلنا قبل كده. والشركات الكبرى دلوقتي في امريكا بتنقل النحل بالملايين من حديقه لحديقه عشان تقوم بعمليه تلقيح الزهور، والفكره دي ماخوذه من الفراعنه بالظبط، كانوا بيعملوا الحكايه دي منذ الاف السنين. الاغريق والرومان والفراعنه عرفوا ضروره ذبح الحيوانات تقربا للاله، لكن الرومان هم من اوائل الشعوب اللي عرفت مهنه العراف، فكان العراف اعتقادا منه من خلال شكل الامعاء والكبد يقدر يحدد مستقبل صاحب الذبيحه، وكانت قراءات الكبد والامعاء نوع من انواع قراءات الكف. وبخصوص مهنه العراف كان هناك وقعه شهيره جدا في عهد يوليوس قيصر، ان احد العرافين من خلال شكل كبد الخنزير تنبأ له ان هيجيله خبر كويس في خلال يوم او اتنين، وبالفعل تاني يوم انجبت احدى زوجاته طفلا ذكر، وهو بالفعل كان بيتمنى كده، وطبعا الكلام ده كان صدفه. والخرافه ان العرافين لحد النهارده في افريقيا بيعرفوا الطالع من خلال النظر الى ريش او عظام الطيور، ولسه برضه العرافين لغايه النهارده في هونج كونج بيقدروا يحددوا الطالع او المستقبل من خلال شكل قطعه اللحم النيه، من خلال شكل وضعيتها في الطبق وشكل الدم، وطبعا كذبوا المراجمون ولو صدف. والرومان هم من اوائل الشعوب اللي عرفوا ازاي يشغلوا الشعب من خلال بعض الرياضات، فقد اقاموا بعض المسارح لسباق العربات، واشهرها ملعب كولسيوم في روما اللي بيتسع نحو 90,000 متفرج. ولما حس الامبراطور جوستينيان ان بدا يبقى فيه تعصب من قبل الشعب لبعض هذه الرياضات، انزل قواته وقتل في يوم واحد ما يقرب من 30,000 من مشجع هذه الرياضات. اما بقى اول مصارعه كانت بين الانسان والحيوان شهدتها روما كانت سنه 186 قبل الميلاد، والرياضه الدمويه دي ظهرت تحديدا بعد غزو الرومان لسوريا، وفكره هذه الرياضه الدمويه اخذها الرومان من العراق. وختاما عن سبب تسميه لوكولوس بانه صاحب اكبر معده في التاريخ، فانه قد سئل عن هذا في احدى ولائمه فقال: نحن حقيقه اولاد حيوانات، فالحيوانات تاكل النباتات، ثم نحن ناكل الحيوانات، ثم نموت في الارض وعلينا تنمو النباتات، وهيجي يوم تاكلنا الحيوانات حتى تنتهي، فتعيش الحيوانات على النباتات حتى تنتهي، ثم ياكل بعضهم البعض ولا يبقى احد في هذه الدنيا. لماذا؟ لان هناك معده تاكل معده اخرى، والارض هي اكبر معده عرفناها. فبسبب هذه المقوله جاءت شهرته بانه صاحب اكبر معده في التاريخ، فقد كان هذا القائد سابقا لعصره ولكل الاطباء وعلماء الحيوان والنبات والفلك، لانه كان عاشق لكل صاحب فكر عظيم ومحبا ومقدرا لكل الفلاسفه. وفي نهايه حلقتنا اتمنى تكون عجبتكم وفادتكم، اشوفكم في حلقه جديده من برنامجكم بدايه الخيط، وما تنسوش تبقوا تبصوا على مصادر حلقتنا تحت في الديسكريبشن. ولو حلقتنا النهارده عجبتكم يا ريت ما تنسوش تبقوا تعملوا سبسكرايب للقناه علشان تشوفوا حلقتنا الجايه ان شاء الله. يومكم سعيد.